طفلة اسمها غزل اكتشفت انها مصابة بسرطان العظم عام 2019. الاطباء حينها قرروا انه يقصون عظم الركبة وخلوا لها بلاتين. اليوم غزل بحاجة الى عملية في الهند. مبلغ العملية عائلته اليوم ما قدروا يوفروه، باعوا بيت وباعوا سيارة وحاولوا، بس الموضوع صعب عليهم. ناشدت برنامجنا انه نوصل صوتها حتى نساعدها، بلكي يتم انقاذها من المعاناة اللي قيدت طفولتها وحرمتها حتى من دراستها، وان تكون بين اقرانها بشكل طبيعي. خلونا نشوف هذا اللقاء مع الطفلة غزل. أنا غزل مريضة السرطان، كانسر بالعظم. صار بي المرض من 2019. أمي راحت تريد توديني السيمانية، فراحت يم الطبيب كشف علي قال بيها سرطان العظم. أمي هنا ما استوعبت، راحت مستشفى أشت بسليمانية، قالوا لها لازم نقص لها رجلها، عظم مال رجلي. أمي هنا أنا قالت وراي مستقبل، وراي جامعة ومدرسة، فودتني للهند. الدكتور هناك قال لازم أخذ جرعة، طبعاً أنا أخذت جرعة وفقدت شعري هيجي، فسووا لي عملية وراء 4 جرع بالمستشفى طبعاً، فسووا لي عملية قصوا عظم رجلي والركبة وحطوا لي ذهب، اي بلاتين حطوا لي. فورا يقول لازم، قال الدكتور لازم كل سنه نجي نطول لها عظم رجلها. فانا هسه صار لي سنه ونص تقريبا ما رحت، لان امه ما عندها فلوس، وانا على مود اسوي هاي العمليه. بيت جدي باعوا بيتهم وسيارتهم، حتى هسه احنا قاعدين ببيت ايجار. ف حتى لازم هسه أنا أمي البيت سكان اللي تاخذ إلي ب700,000، هاي لازم كل شهر وتحاليل وما عداها يطلع بالـ1.5 مليون. فهسه أنا أطالب منهم، من الناس الخيرة، تجمع لي مبلغ على مود أسافر بيه للهند، على مود أسوي بيه عظم رجلي، لأنه والله حتى هسه قاعد يأثر على ظهري وعلى رجلي، إذا ما أقدر أصلاً أمشي هواية. قربت المدرسة، أنا لازم أروح هناك، ما أقدر أشوف يعني صديقاتي يشوفوني أعرج أستحي. وأنا أناشد الناس الخيرة تجمع لي المبلغ. والله ذيك السنة ساعدوني الناس، ساعدوني بمبلغ، سويت بي عملية رجلي وأخذت فحوصات وأخذت جرع، ولازم هاي همين السنة أجمع على مود أسافر للهند. أنا رجلي توجعني وظهري، واحتمال انه اذا اظل اذب ثقل على رجلي يطق العظم اللي برجلي. يعني انت هذا المرض حتى دراسه ما توقفت حياتك الدراسيه تقريبا. شنو كنت تتاملي تسوي؟ كنت اتامل انه اصير دكتوره اسنان، بس ما قدرت بسبب رجلي. سمعت. ما عندنا. اناشد رئيس الوزراء، واناشد رئيس صحه دياله، وأناشد مجلس النواب، وأناشد كل الناس الخيرة. هذا الألف اللي تطول بيتكم يومين ثلاثة لا تطول مياه، انطوني ياه إليه. والله حتى الألف يجمع أنه هذه أسوى عمليتي.